شيء تمتعنا. عبد القادر، سؤال اخير قبل ما نطلع للفاصل. عبد القادر، ايش علاقة عبد القادر مع الصنصير؟ هل فعلا لو سكنت في الدور العاشر تنزل كعابي من مخرج طوارئ؟ والله اني سكنت 16 دور ما يبقى 10 ادوار. لا اله الا الله. يا اخي سالفته سالفه. ايش كانت بدايات بداياته في مكه. دخلنا مكتوب 4 اشخاص اللي يركبون في اللفت. ركبنا 6 يا هزاع، انت وجابر وهذا. ركبنا 6. قسم بالله انه نزل قبل ما تقفل الباب. نزل نزل فك عمره. لا اله الا بعدين سوي كذا. عرفت تحت زي اليايات. لا ايوه عرفت. اقسم بالله شوي اللي انفكت علينا الانوار فك الكهرب. قسم بالله ما انساه. ومن بعدها بعدين طلعونا سحبونا شوي كذا، اعطونا حبل ويلا اسحب واطلع يا ولد. قسم بالله فمن بعدها صار عقده اللفت هذا. اتذكر في دبي والله اني سكيت 16 دور كعابي. يوم طلعت والباب ما يتقفل، مخرج الطوارئ ينفتح من برا بس ما يفتح من جوا. واني ادقها نازلك. انت صادق؟ اي والله. بس حاولت اخر مره في مكه وابشرك 6 ادوار بس. الحين اذا حجزت البوكينج ما يقول لك هل ترغب تجي في الطابق العلوي ولا الاسفل؟ اكتب البدروم ولا اللي تحت البدروم بعد عشان انزل له بالدرج. يعني ما تحب المرتفعات؟ لا المرتفعات ولا الصنصير. ولا الصنصير اللفت انا اكره المكان المغلق. يعني مغلق المغلقه هذه بس. يعني عندك فوبيا من الاماكن المغلقه؟ من اللفت بس. لو تحط الاماكن قد يتقفل عليه 30 يوم ما في ولا اضاءه عادي. لكن بس اللفت هذا بلوى. انا رجل ابتليت فيه. ايش الفرق بين الاماكن المغلقه وبين الصنصير؟ هذه عادي على الاقل بتدري فين انت. يا اخي اذا ما تدري ايش اللي قدامك، جدار ولا فتحه ولا ما تدري. لكن يا اخي في المليون 2 يموتون في الصنصير. ها انا واحد من اللي بيموتون. خلني اقعد. انا ابغى يعني ما في مخرج. انتبه يا ابو ما في مخرج. والله ما بس ان شاء الله ان شاء الله انها تروح. والله نكبه تسافر احيانا لحالك. اقسم بالله اني انتظر في الاستقبال ان يجي واحد يطلع في اللفت واطلع معه. يعني ما تقدر تطلع لحالك؟ ما اقدر يعني. ما هو يعني ما هو بعضهم يجيك يقول مرجله ما لها دخل في المرجله. مره ما لها دخل. والله ما لها دخل في المرجله. طيب مثلا الحين لو ركبت صنصير وتقفل عليك وجيت تبغى تفتح الباب طلع لك نص بلوك ونص. هذا مكاني. مكاني. لا لا اول ما يتقفل اصلا ما ادري ايش بيصير. انا والله ما ادري ايش المشكله. وانت ابو علي زيد اسالك بالله تخاف منه؟ صنصير؟ وشغال عادي يطلع بيه عادي. حصل معي موقف واحد من الشباب قال لي تعلي في شارع في جده في الدور 7 ومكتوب في ورقه حذره ان الكهرباء بتطفى في الساعه 7:30. في مشكله الساعه 7:30 تطفى الكهرباء. لا اله الا الله. في ساعه انا طلعت خلاص اصير يمكن دب قفل العمارة ما في أحد. والله العظيم أقول لكم اللي حصل. صرت أنتظر وأنا أمسك بيديني ثنتين كذا. دب 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 نزل الصنصير. والله دب دب خلاص. وبعدين صوت هذه يخوف حق. إيه خوف تسمع الوالد. والله يا خالد نزل الصنصير أوامك وجه وجه في البين. كان في البين كذا. انفجع. رجع للسكين. كيف نزل؟ كيف نزل؟ برادر ما اعطيت ابو علي انت وحده. مين؟ ابو الخوي تركته فوق وطلعت. ما طلعت؟ والله ما طلعت. رجعت. اذا ابو علي بكبره بشكله يخاف منه تلومني انا؟ لا شوف لا لا تقول لي بكبره ولا بصغره. ولد ما ابي اتقفل عليك. انا خسف بي. خسف بي وطاح علي الكهرباء. طيب والله انا طاح الكهرباء عليك. تعال اعلمك. تعال اعلمك. يعني نادر خلاص عبد القادر يا اخي نادر واحد يموت في الصنصير. لانه كذا ولا كذا شغال انواره. تدري ايش الغريب؟ تدري ايش الغريب؟ اصعب الالعاب اصعب كنت ركبتها كلها. تروح اي مكان لعبه خطيره ما يركب الا انا. العيال يعيون. ما حد يركب.